مزود غلو فيه يحبوا يرخصوا فيه فهمت ولا ويحبوا يزيدوا 7% في المعتمديه هكا للقبضة 7% في القبضة فهمت ولا الناس كل جاي مقرفة على الخدمة والناس كل جاي مقرفة على الغلو باه شنو المطالب بتاعكم بالضبط؟ المطالب بتاعهم يحبوا يرخصوا في المزود ما يحبوش يزيدوا 7% 10% يزيهم وعلاش ما تحبوش يزيدوا؟ غالي علينا احنا كبحارة فهمت ولا تصرع فهمت ولا وتخدم وتجيب الانتاج ما تاخذ حتى شيء ما تاخذ شيء في يديك والواس ما الواحد يقعد بطال خير ولا عندنا صيانة لا عندنا صناعة ولا عندنا منطقة صناعية ولا عند صيادة هذه قاعدة تتلمى من عائدات البحر ومن أبنائها بالخارج نحي هذا بالزوز ما فهم حد شيء وقت يجيوا يحكيونا على على مخطط استثماري استراتيجي للتنمية 16-20 وانا نمثل التربية في 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 اللجنة هذه راهو ما عندنا حتى مشروع ترى جمال جمال البحر هذا مش طلع فيه يمشي الكل ولا يمشي المسير علاش علاش راهو ما نجموش نحكيه على تنميه في صياده وقت لا نبعدوا او الناس او نبعدوا البر نستثناو البر راهو تصوروا انتم توا 300 ولا 500 مليون كل عام يدخلوا مكس البلديه شنو تنجم تعمل لنا البلديه في البلاد تو نقول هذه طبيعي 500 فواسيس تولي 3 مليارات عند الحق تاخذ رسوم القرون وكذا 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 ولتحية البلاد